لدرجة التفاعل الكبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. بمناسبة وسائل التواصل الاجتماعي وقرب نهاية العام، كل سنة وانتم طيبين، تويتر حبت تعلن عن الأكثر استخداما لها أو الأسماء الأكثر تداولا على البحث على تويتر. زي ما قالت شبكة العين الإماراتية، الأهلي حسم درب الزمالك حتى على تويتر، وتبين أنه من حيث الشعبية في مرات استخدام الوسوم أو الهاشتاج على تويتر جه النادي الأهلي في المرتبة الأولى بفارق كبير جدا، ودي صدارة للمرة الثالثة على التوالي، طبعا متفوق على غريمه التقليد الزمالك اللي حل في المركز الثاني، والاتحاد السكندري الثالث اللي كان قبل كده الموسم اللي قبل اللي فات كان الاتحاد الثاني والزمالك الثالث. إذن ده أحد روافد قياس الشعبية ودرجة الاهتمام. لا أنا ببص له منظور أهم. هذه أحد مؤشرات ودلائل وإثباتات القيمة التسويقية لكل نادي. جمهورك، عدد جمهورك. وعدد جمهورك بيبان في أي استفتاء. أي. يبان. النهارده أما الأهلي للعام الثالث على التوالي يتصدر قائمة المستخدمين. أي. ودي شبكة العين الإماراتية، مالناش دعوة يعني، ما فيش مصالح يعني تخلي يعني في منهجية وفي أسلوب علمي بيؤدي إلى هذه النتائج. لكن اللي أنا سعيد بيه والله بجد يعني نادي الاتحاد السكندري. أي. حقيقي يعني. أي. لأن أنا أشوف واحد من أهم الأندية الشعبية وجات له فترة من الفترات يعني كان يشهد تعثرا، النهاردة بيشهد استفاقة. طبعا الباسكت بول بعد ما 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 فريقه الذهبي اعتزل لا رجع بنى فريق ذهبي ايضا بيكسب البطولات، وصعب جدا تبقى في نادي امكانياته مش ضخمه جدا انك تقدر تلعب فرقتين عشان يتنافسوا في مجالهم، فريق في كره القدم وفريق في لعبه جماعيه، عبء كبير جدا. مخليني انا سعيد لنادي الاتحاد السكندري بالتاكيد يعني. اما الاهلي فكل يوم بيرد على الناس اللي مش عايزه تصدق الامر الواقع وما زالت تعيش في شرنقه الوهم.